أنا شخصيا بعتبر الحرب ضد فيروس سي يعني تأتي في مكانة تانية بعد الحرب ضد الإرهاب، وكنا بنشوف فيروس سي اللي كان بيذل المصريين، كان عندنا النسب ما بين 12 و13%، وكان إذا دخل فيروس سي أي بيت من بيوت الأسر المصرية خرجت الراحة والفلوس وكل حاجة خرجت لمكان آخر يعني، وكانت الأسر بتعيش مأساة حقيقية ما بين العلاجات الغالية جدا، الآلاف الجنيهات كل أسبوع ما فيش نتيجة، ما بين الهجرة إلى أو الذهاب إلى الدول أخرى يعملوا عمليات زرع أكباد وكانت معظمها بتبقى أكباد تلفة، وما بين أننا ناس بتقع في براثن عصابات بيع الأعضاء، كانت معاناة ما بعدها معاناة، والشعب يعني الناس دفعت يعني ثمن غالي جدا جدا، وعدد الضحايا اللي ماتوا نتيجة فيروس سي يمكن زي عدد ضحايا الحروب آلاف، وبعدين موت مخيف يعني موت صعب جدا جدا، واللي عاش التجربة دي يعني وأنا أحد الناس اللي عاشوا التجربة دي يعني مع زوجتي يعني رحمة الله عليها، رحمة تجربة الله. مريرة وتجربة قاسية وتجربة يشيب لها الولدان، إنك تصحى من النوم الصبح تلاقي إنسان بينزف دما وإنت لا تستطيع أن تقدم له يد المساعدة والعون يعني، فكان الحقيقة هذا الإنجاز اللي حصل في مكافحة إن مصر تبقى خالية من فيروس سي ده يعني ده ثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى، لان كان يعني شفنا المعاناه شكلها ايه، وشفنا في شارع القصر العيني المعهد بتاع الكبد الناس نايمين في الشوارع بطونهم منتفخه ويعني وفي حالات غيبوبه لا يعني كانت ماساه كبيره. فالحرب ضد فيروس سي، القضاء على فيروس سي انا اعتبره وسام يعني على صدر الدوله في الفتره الاخيره. مظبوط. طب نسمع الجزء ده من حديث الرئيس في دبي من يومين، نرجع تاني مع حضرتك. نبدا بجوده الصحه. انت تعرف ان مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي، مش كده؟ المسار ده لو كان ماشي طبقا للمسار الطبيعي في معالجته كنا لغايه دلوقتي وانا بكلمك تفضل مصر من اوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي، لكن بمضرب فكر اتعمل قدرنا ان احنا نقول النهارده، مش النهارده بقى، من 3 سنين ان مصر دوله خاليه من الفيروس سي. حاجات اخرى كتير زي كده. فانت بقيت تستهدف بمبادرات يا فيصل، تستهدف التحديات اللي عندك بدل ما تعمل سياق عام، يعني تقول ايه ان انا اللي هعمل تامين صحي كامل للدوله المصريه بتكلفته. طب احنا عاملين حسابنا على كده، احنا عاملين حسابنا ان احنا نعمل تامين صحي كامل خلال 10 سنين، كانت الفكره والخطه 15 قلنا هنضغط ونخليها 10. طب لغايه لما اعمل ده، لغايه لما اعمل التامين الصحي الشامل للدوله المصريه كلها ال 100 مليون او ال 100، خلي بالك كمان 30 سنه على 2000 مثلا 50، انت بتتكلم في 50 مليون زياده كمان.